بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مهندس محمد يوسف. فيديو جديد في كورس الديجيتال هنتكلم فيه عن الديكودر. في البداية تعال نتعرف على ايه هو مبدأ عمل الديكودر. المخطط اللي قدامي ده عبارة عن بوابة اند، بوابتين نفي. بوابة الاند لها اربع مداخل. احنا عارفين عشان يطلع لي هاي في المخرج بتاعت بوابة الاند لازم جميع المداخل تبقى هاي، يعني كل المداخل عندي هنا وحيد فيطلع لي في المخرج بتاع الاند هاي او واحد. طيب اول مدخل موجود عليه اي زيرو او المتغير او البت او كهرباء اللي هنسميها اي زيرو. تاني مدخل موجود عليه اي واحد. الاي واحد ده بيتم نفيه فبيبقى كومبليمنت اي واحد، يعني لو انا حاطط هنا هاي هيبقى التاني مدخل عليه لو، ولو حاطط هنا لو يبقى تاني مدخل عليه هاي. المدخل التالت A2 برضو منفي. المدخل الرابع والأخير زي ما هو. يبقى الخارج بتاع بوابة الأند ديت عبارة عن ايه؟ عن A نوت أو A0 كومبليمنت A1 اللي هو عندي هنا ده، في كومبليمنت بتاع A2، في الـ A3. طيب امتى البوابة دي هتطلع هاي؟ لما الـ A0 يبقى بواحد والكمبلمنت A1 يبقى بواحد والكمبلمنت A2 يبقى بواحد والـ A3 يبقى بواحد. طيب بص كده على الرسمة التانية دي، يبقى عشان يطلع عندي هاي أو واحد يبقى الـ A0 بواحد والكمبلمنت بتاع A1 بواحد، يبقى بالتالي الـ A1 اللي هي ديت هتبقى زيرو عشان لما نفيها يبقى عندي هنا واحد، والكمبلمنت بتاع A2 يبقى بواحد، معنى كده ان A2 تبقى اساسا بزيرو عشان ما نفيها يبقى واحد، والـ A3 تبقى بواحد. يبقى في حالة ان ادخل كود على الدائرة اللي قدامي دي، الكود ده بيتكون من اربعة بت، واحد زيرو زيرو واحد، هيطلع عندي على خارج البوابة هاي او واحد. في حالة ان غيرت البتس اللي موجودة هنا دي في المداخل، اي بت تغيره يبقى الخارج عندي هنا يطلع له، يعني لو انا جيت حطيت هنا على البت التاني واحد هيتنفى هيبقى زيرو. زيرو في المداخل بتاعة الاند هتخلي الخارج بتاع الاند زيرو. يبقى الدايرة دي ما تطلعش هاي الا في حالة واحدة بس، ان الكود اللي موجود عليها واحد زيرو زيرو واحد. ده كده ببساطة بيوضح لي مبدأ عمل الديكودر. ايه بقى هو الديكودر؟ الديكودر عبارة عن ديجيتال سيركت بيبقى عندي الخارج بتاعها اكتف في حالة وجود دخل محدد. يبقى في دخل انا عارفه مسبقا يخلي لي الخارج اكتف. احنا عندنا في الدائرة اللي احنا اتكلمنا عنها اربع مداخل ومخرج واحد، لكن بصورة عامة الديكودر بيبقى ليه عدد من المداخل وليكن ان بت، ويبقى ليه عدد من المخارج بتبدأ من واحد لغاية اتنين أس إن، يعني من واحد لغاية عدد الاحتمالات بتاعة المداخل. يعني لو عندي تلت مداخل يبقى عندي عدد المخارج تبدأ من واحد لغاية اتنين أس تلاتة، يعني من واحد لغاية تمانية. ولو عندي عدد المداخل أربعة يبقى المخارج عندي تبدأ من واحد لغاية اتنين أس أربعة، يعني ستاشر. ده عبارة عن رمز لديكودر عدد المداخل بتاعته أربعة، يعني بياخد لغاية أربعة بيتس. طيب عدد المخارج بتاعته هتبدأ من واحد لغاية اتنين أس عدد المداخل، يبقى من واحد لغاية اتنين أس أربعة. اتنين أس أربعة يعني ستاشر، يعني عندي ستاشر بن في المخرج. الديكودر ده بسميه أربعة لاين تو ستاشر لاين،
4 لأن المداخل 4 و16 لأن الخارج 16، أو ممكن أسميه 1 أوف 16 أو 1 من 16. ليه؟ لأن عندي 16 مخرج دول هيبقى فيهم حالة واحدة بس هي اللي أكتف لما أحط عليها كود معين زي ما شرحنا في السلايد اللي فاتت. طيب هو مكتوب هنا إيه؟ PIN DEC، دي معناها باينري تو ديسيمال. يعني ايه؟ انا عندي كام بن في المخرج؟ قلنا 16، يبقى كده انا عندي 16 بن من 0 لغايه ال 15، يبقى ده ديسيمال ديجيت او ارقام عشريه تبدا من 0 لغايه ال 15 اللي بتعبر لي عن المخارج بتاعه الديكودر. وعندي هنا من A0 لغاية A3 دي الأرقام الثنائية اللي أنا هحطها على المداخل. عندي 4 مداخل هتاخد الـ4 بيتس اللي قدامي دول. طيب هي الاحتمالات بتاعتهم هتبقى 2 أس 4، يعني 16 احتمال. يبقى ده كده التروث تيبل بتاع الديكودر. أول احتمال إن كل البيتس تبقى صفار، اللي هو الاحتمال الأولاني ده. طيب اول احتمال ده انا عايز خارج واحد بس هو اللي يبقى اكتف عندي في الديكودر، وبما ان كل البيتس عندي صفار فانا عاوز البن اللي الترقيم بتاعه زيرو هو اللي يبقى اكتف والباقي هيبقى نون اكتف. طيب اخلي بالي ان المخارج هنا بتاعه الديكودر عليها دايره صغيره، دايرة صغيرة دي معناها نفية أو كومبليمنت، يعني لو الخارج هيطلع من الديكودر هاي فهيبقى هنا نفي للهاي قبل ما توصل على البن. يعني لو هيطلع هاي هيبقى الخارج بتاعي عندي على البن هنا لو. فهنا الحالة الأكتف هتبقى لو والنون أكتف هتبقى هاي. يبقى لما أحط هنا صفار على الأربعة بت اللي هو الاحتمال الأولاني، يبقى أنا عايز أول خارج هو اللي فعال هيبقى له، والباقي كله غير فعال يبقى هاي، عشان احنا مستخدمين عملية ايه؟ النفي في الخارج على بوابة على بوابات الديكودر. يبقى أنا حاجة بص هنا في الخارج عندي هلاقي في الاحتمال الأولاني اللي كله صفار عندي أول بن بس هيبقى زيرو، والباقي كله عندي هيبقى وحايد يبقى هاي. يبقى في حالة حدوث الاحتمال الأولاني يبقى الأكتف عندي البن الأولاني اللي هو لو، يبقى اللو عندي هو الأكتف. طيب هننزل هناخد الاحتمال التاني إن أول بن أحط عليه هاي والباقي يبقى لو. عاوز البن التاني في الخارج اللي هو رقم واحد هو اللي يبقى أكتف والباقي غير فعال. يعني انا عاوز على البن رقم واحد يطلع لي زيرو والباقي يطلع وحايد. طيب يبقى لما الاقي اول بن هو اللي فعال اعرف ان الكود اللي كان محطوط في الدخل عندي على الديكودر صفار، واما الاقي تاني بن هو بس اللي فعال يبقى انا كده هعرف ان البن رقم واحد في الدخل كان هو اللي هاي والباقي لو، وهكذا. لما الاقي البن رقم 2 هو اللي فعال يعني عليه 0، يبقى الاي 1 كانت هي اللي عليها هاي والباقي كان عليه صفار. يبقى من خلال معرفتك بانه بن في المخرج هو اللي اكتف تقدر تحدد ايه الكود اللي كان موجود على المدخل بتاع الديكودر. دي كده أهمية الديكودر. يبقى أنا لو جيت قلت لك إن في ديكودر 1 أوف 16 كان البن رقم 10 في الخارج بتاعه هو اللي أكتف، وقلت لك إيه هو الكود اللي كان موجود عندي في الدخل، على طول ترجع هنا على الجدول هتقول لي إن الكود اللي كان محطوط في الدخل هو 0101، عشان كده البن رقم 10 هو اللي كان أكتف. بالنسبة للأيسيهات اللي ممكن استخدمها كديكودر ففي عندي أكتر من أيسي.
الاي سي اللي قدامنا ده 74154، ده 4 16، يعني 4 مداخل 16 مخرج. ده توزيع البنات بتاعته، الفي سي سي عند البن رقم 24 والجراوند عند ال 12. عندي الاربع مداخل اللي هو من A0 لغاية A3، الترقيم بتاعها على الاي سي من البن رقم 20 لغاية 23، اللي هم دول من 20 لغاية 23، 21، 22، 23. وعندي المخارج من البن رقم 1 لغاية البن رقم 17، يبقى كده 16 مخرج، لأن البن رقم 12 مش محسوب لأنه جراوند. طيب في عندي كمان بنين تانيين رقم 18 و 19، اللي هم دول مكتوب عليهم CS، يعني Chip Select 1 و Chip Select 2. دول بتوع ايه؟ دول من خلالهم اقدر اعمل Enable للمخارج بتاعة الديكودر. يعني عشان الديكودر ده يشتغل لازم المداخل دي تبقى Low، الاكتف بتاعها هنا Low. ليه؟ عشان عندك البن هنا هتلاقي في نهايته في دايرة والبن التاني في دايرة، معنى كده ان الدخل هنا بيتنفى. عشان يبقى فعال يبقى الدخل عندي يبقى لو، عشان لما يتنفى يخش على الديكودر يبقى هاي. يبقى لما الاقي دايرة زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت دي معناها نفية، فعشان البن يبقى فعال يبقى حط هنا لو فيوصل جوه في الديكودر هاي. يبقى عشان اقدر افعل المخارج بتاعت الديكودر بحط على البن رقم 18 لو والبن رقم 19 لو مع بعض. طب لو واحد فيهم هاي او الاثنين هاي يبقى المخارج دي غير فعالة، يعني كل البنات دي هلاقيها هاي. احنا اتفقنا ان الفعال عندي في الخارج يبقى لو، فحالة ان في بن من الاثنين دول هاي او الاثنين مع بعض هاي يبقى كل المخارج هنا هاي، مفيش حاجة تطلع فيها لو بصرف النظر عن اللي موجود عندي في المدخل. يبقى لما احب استخدم الديكودر ده يبقى احط البنين دول لو. دي كده اول ملحوظة بالنسبة للبنين دول. الملحوظة التانية ان من خلالهم هقدر اكبر الرينج بتاع الديكودر، بدل ما يبقى 4 بت في الداخل انا ممكن احط كمان معاه ديكودر تاني ويبقى عندي اكتر من 4 بت زي ما هنشوف في السلايد الجاي. في عندي هنا مثال بيقول لي في تطبيق معين بيتطلب ان اعمل ديكود ل5 بت. احنا المره اللي فاتت لما كنا بنشتغل على الديكودر كان بياخد لغايه 4 بت بس في الداخل، فبقول لي بقى الابلكيشن ده او التطبيق ده محتاج يعمل ديكود ل5 بت باستخدام نفس الاي سي اللي احنا اتكلمنا عنه 74154. بيقول لي اعمل اعمل تصميم للدايره اللي ايه هستخدمها عشان اعمل ديكود ل5 بت. تعال نشوف هنعمل الدايره دي ازاي. هجيب الاثنين ديكودر وعندي المداخل هنا اهوت A0 A1 A2 A3، دخل على الديكودر الاولاني هاخدها برضو نفس المداخل وادخلها على الديكودر الثاني. طيب احنا بنقول 5 بت، يبقى عدد الاحتمالات بتاعتنا كام في الخارج؟ اقصى عدد هيبقى 2 أس 5، يعني 32 احتمال. يبدأوا من الزيرو، يبقى 0 1 لغاية ما اوصل ل15 واكمل في الديكودر التاني 16 17 لغاية 31، يبقى كده 32 احتمال عندي في الخارج. طيب هما 5 بت، انا خدت بس في الدخل هنا 4 سواء على الديكودر الاولاني او على الديكودر التاني، امال البت رقم 5 اللي هو A4 هيتحط فين؟ ال A4 ده هدخله على الاتنين بن بتوع الشيب سيلكت مع بعض. ليه؟ انا عندي في البداية خالص البيتس دي كلها بتبقى اصفار من الـ A0 لغاية الـ A4. طيب الـ A4 هيبقى بصفر، معنى كده ان الشيب سيلكت 1 داخل لها 0 والشيب سيلكت 2 داخل لها 0، معنى كده ان الديكودر شغال، المخارج بتاعته هتشتغل. لان لو الـ A4 بقى بواحد
يبقى المخارج ديت هتبقى غير فعالة، مش شغالة. ففي البداية خالص هتبقى ده هيبقى الاي 4 بزيرو، يبقى بيسمح ان المخارج تبقى شغالة. طيب لما يبقى الاربعة بس دول صفار زي ما قلنا، هيبقى المخرج الاولاني هو اللي فعال. بعد كده يبقى ده واحد والباقي صفار، يبقى البن المكتوب عليه واحد هو اللي فعال، وهكذا. هيفضل الحال ده ماشي طول ما الـ A4 بزيرو. طيب امتى الـ A4 هتبقى بواحد؟ A4 هتبقى بواحد بعد ما اخلص الاحتمال رقم 16. انا عندي دلوقتي 16 احتمال من الزيرو لغاية الـ 15، يبدأ من صفار في الأربعة بت الأولانيين لغاية أربعة واحد في الأربعة بت الأولانيين. أول ما ده يتحول من الزيرو لغاية الواحد، معنى كده إن هو دخل في الاحتمال السبعتاشر اللي هو عاوز يجي على البن إيه رقم ستاشر. إحنا كده من زيرو لخمستاشر ده كده ستاشر احتمال، فعاوز يخش على الاحتمال رقم كام؟ سبعتاشر، اللي هو مكتوب عليه البن رقم كام؟ ستاشر. يبقى انا في الحاله دي عاوز اوقف المخارج بتاعه الديكودر الاولاني واشغل المخارج بتاعه الديكودر الثاني، لان خلاص انا كده استنفذت عدد البنات بتاعه الديكودر الاولاني. طيب في الحاله دي الاي 4 بتبقى بواحد، لان بعد ما اخلص هنا ده واحد 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 واحد، هخش على الاحتمال اللي بعده هيبقى ده بدل ما كان زيرو هيبقى هاي. لما ده يبقى هاي، احنا قلنا عشان الديكودر يشتغل لازم يبقى تالو، فده يبقى هاي، فيروح فاصل لي الديكودر الاولاني. طيب هاخد انا الهاي دي كده هاود اديها على بوابه نفي تبقى لو، يعني لو ما تبقى هنا الاي 4 بواحد توصل لي هنا كومبلمنت اي 4 تبقى بزيرو. اول ما تبقى بزيرو الديكودر الثاني يشتغل، وفي الحاله دي هاخد انا المداخل بتاعت اول 4 بت هدخلهم على الديكودر الثاني واشغل بيهم الديكودر الثاني، هيشتغلوا بنفس الطريقه اللي كان بيشتغل بها الديكودر الاولاني. يبقى الغرض من البت الخامس ده ان هو بيتحكم لي اشغل انهي ديكودر واوقف انهي ديكودر. في البدايه خالص في ال 16 احتمال الاولاني بيبقى ده الرقم اللي موجود فيه كبت خامس زيرو، فالزيرو هتشغل الديكودر ده، هيجي هنا الزيرو يتنفى يبقى هاي هاي، هيروح موقف لي الخارج بتاع الديكودر التاني. في حالة ان عديت ال 16 احتمال وهبدأ اعد عاوز اخش على احتمال ال 17، هيكون ال A 4 بدل ما كان زيرو هيبقى فيه واحد. الواحد ده يروح طافي لي الديكودر الاولاني ويتنفى هنا ويشغل لي الديكودر التاني، ويبدأ يعد من 16 لغاية ال 31. ياريت لو الفيديو عجبك تعمل له لايك وشير على الفيسبوك. شكرا جزيلا.